بيوت الغير بغير استئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. كيف تدبر الشرطة أمر المجرمين؟ يسألونهم ما التهمة؟ انظر، هتستغرب بقعة دم بعد صليل السيوف. ما الأمر؟ وجدنا بقعة دم يا سيدي أمام هذا المحل، ولما قرعنا الباب لتقص الأمر لم يفتح أحد. السلام عليكم يا إمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الملاذ لحرمات، ليس لمن يأوي هاربين. وماذا إن كان ظنا واقترفت إثما؟ هذا أقل ضررا من هروب فار من الولاية. اخلع الباب. هيا. لماذا تأخرت؟ كنت بشتغل جوه وخفت أسيب البلورة فيها مواد خطرة. وما هذه دماء؟ زي دماء كتيرة موجودة في الطرقات. تفتيش. تلاحق جريمة. اعتذروا يا سادة، لكن الضرورات تبيح المحظورات. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.